محدش يقدر ينكر ان واحد من اهم انجازات الدولة المصرية خلال السنين الاخيرة كان انهاء مشكلة العشوائيات وانشاء مدن واحياء على ارقى مستوى، وكمان المدن دي تتجهز. يعني نقدر نقول ان في انجاز كبير جدا. الانجاز ده بقى ما كانش بيقتصر على الانشاءات بس، لكن الانجاز ده تخطى المرحلة دي، وبدل ما بس اكتفى ببناء العمارات، لأ ابتدى يبني البشر كمان. ده حصل من خلال برنامج ثقافي وفني وكمان تعليمي في الأحياء بديلة للعشوائيات. يعني بناء الحجر والبشر الاثنين كان مع بعض، ويمكن دايما الخيارات اللي بتختارها الدولة المصرية ده شعر، ده بناء الحجر والبشر، والله حاجة خطيرة. فكرة دايما منا فعلا الخيارات اللي بتختارها الدولة أو بتسلكها الدولة المصرية بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة. ما عندناش رفاهية لتضييع الوقت، لازم نخطو في كل المجالات ونخطو في كل يعني البرامج بالتوازي مع بعض. ويمكن البرنامج ده تحديدا كان ليه فعاليات مهمة خلال يعني العيد، هتكلمنا عنها دكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمنسق العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك دكتورة جيهان، منورانا، اهلا وسهلا بك. فكرة وجود مشروع ثقافي للمناطق بديلة للعشوائيات، امتى الفكرة ظهرت؟ امتى ابتديتوا تنفذوا؟ امتى ابتديتوا تحسوا ان الموضوع ابتدى يحصل نتيجة فعلا بجد على الارض؟ هو المشروع بدأ من حوالي 4 سنين. بدأنا فعلا ببناء البشر وخصوصا الطفل، لان مشروع الطفل هو مهم جدا، لان تكوين شخصية الطفل وبناء شخصية مهمة جدا في ابناء الجمهورية الجديدة. بدأنا بورش طبعا ومحاضرات وندوات وفعاليات ثقافية في مناطق بديل العشوائيات، وهم 9 مناطق، وبعدين على مستوى كمان الجمهورية في بشاير الخير وفي القابوطي في بورسعيد. يمكن كان البداية خالص كانت محافظة القاهرة طبعا معانا داعم لينا جدا، توجيهات معالي الوزيرة بأن احنا نكون موجودين في فعالياتنا الثقافية، خطة وزارة الثقافة موجودة معانا في ضمن فعاليات الخطة ان احنا ننزل مناطق البديل العشوائيات. جميع الفعاليات يعني بدايتها من 4 سنوات، ولكن الجزء الأخير اللي كان معرض الكتاب طبعا، وكان لأول مرة مناطق بديل العشوائيات بتشارك معاهم في معرض الكتاب وضمن الفعاليات، وكانت بصراحة فعاليات واضحة جدا وطموحة، وأثرت في نفسية الأطفال والأهالي هناك. يعني لأول مرة كانوا بيزوروا معرض الكتاب، لأول مرة كانوا بيشاركوا الفعاليات. كل الفعاليات بداية المعرض لحد آخر المعرض كانوا معانا أهالينا، المحروسة، روضة السيدة طبعا، حتى مدينة معن طبعا. الأسمرات لها الدور الكبير، لأن هي أولى المناطق اللي احنا اهتمينا بيها، وهي النموذج بصراحة الأمثل لأن احنا عايزين نقول كل مناطق بديلة عشوائية تبقى نفس النموذج ده أسوة بيها. من الفعاليات بتاعتنا، من خلال الورش الفنية، من خلال الفرق الفنية اللي طلعت من الأسمرات، عاملين فرق فنون شعبية وشاركت لأول مرة على الطبيعة، بتطلع على المسرح، كورال الأطفال بيغني الأغاني الوطنية، قد كده في انتماء وولاء، قد كده ان هم حاسين ان الدولة بتشاركهم وان هم جزء دمج كبير معانا في فعالياتنا الثقافية. فرحة الأهالي نفسهم بأولادهم، فرحة الأبناء بقى نفسهم ان هم بيشاركوا فعلا. عايز اقول لحضرتك المترددين على المعرض كانوا موجودين بنسب كبيرة جدا، وكانوا بيقولوا هم دول أبناء الأسمرات، فكانوش متخيلين قد كده طلع منهم فن، ثقافة، فرقة فنون شعبية، فرقة موسيقى عربية للكبار. كان نقلة نوعية. يعني أنا بقول يمكن هو فعلا أيدي وزارة الثقافة، قيادات وزارة الثقافة، قطاعات وزارة الثقافة، كلنا في منظومة سيمفونية واحدة. يعني حتى في نص العام كان قطاعات وزارة الثقافة بنشتغل كلنا مع بعضينا، تشبيك القطاعات ما بيننا وبين بعض. الزيارات الميدانية اللي احنا رحناهم كان يعني كانوا بيشوفوا. عجبني قوي تعبير حضرتك كلنا في منظومة سيمفونية واحدة، ده بيدل على يعني الكلمة نفسها ليها دلالة ان في ايقاع في العمل،
لو وقع اصبح ان في نشاز هنشوفه او في يعني حاجه هتحصل مش مظبوطه. ودايما الفن والثقافه بيكون ليها دور مهم جدا في تشكيل الوجدان. ازاي قدرتوا بالفن والثقافه اللي انتوا تعملوا موديل او تعملوا نموذج يحتذى به زي ما حضرتك قلتي الاسمرات في باقي المناطق الاخرى؟ وايه هي المناطق الاخرى التسعه اللي حضرتك اتكلمتي عنها؟ بصراحه توجيهات الفنان هشام عطوه رئيس الهيئه العامه لاصول الثقافه كان دايما داعم لينا، موفر لينا كل سبل الاتاحه والاليات اللي احنا هنشتغل بيها. يعني كانت ما فيش معوقات انا بقول الا بسيطه جدا، ولكن كلها عشان كده تم تنفيذ الخطه. يعني احنا بنشتغل بخطه ربع سنويه وبنشتغل على مدى زمني. يمكن انا بقول انه التاثير والمؤشرات الكميه كويسه جدا، ولكن الكيفيه كانت اكتر. الكيفيه احنا شفنا تغيير حقيقي في سلوكيات الاطفال في الاسمرات، وده اللي احنا بننتهجه في المناطق الاخرى. بالفن والثقافه قدرنا نحسن جوده حياه اهالي الاسمرات، وبالتالي الاهالي اللي موجودين في المناطق الاخرى. يمكن اهم مؤشر في مؤشرات التنميه المستدامه هو ان انا احسن جوده اهالي الناس دول. فهم ما كانوش متخيلين، او يمكن التخطيط الثقافي ان انا بقول ان التنميه الثقافيه مهمه جدا، ان هتؤتي ثمارها مع التنميه الاقتصاديه، مع تنميه مع البنيه الاساسيه. فلما اقول انه فعلا في تخطيط ثقافي جيد، هو ده اللي احنا بنقول عليه فعلا تخطيط ثقافي. التخطيط الثقافي مش بس فني، ولكن ثقافي وجزء منظومة كبيرة من القيم والآليات. وخطة وزارة الثقافة في برنامج العمل الحكومي إن أنا بدي منظومة قيم سلوكيات. بنكلم مين؟ يعني حضرتك بتقولي إحنا اشتغلنا مع الطفل، الطفل ده بيبتدي من عمر كام لغاية عمر كام؟ البرامج متقسمة حسب الفئة العمرية ولا متقسمة حسب الموقع الجغرافي، ولا متقسمة حسب تفضيلات الولاد؟ يعني إزاي بقى؟ هو كانت دراستنا للخصائص السكانية اللي موجودة في كل منطقة. يعني كل منطقة هم جايين منين؟ يعني الأسمرات هم جايين منين؟ الخيالة جايين مثلا من منطقة السكر والليمون، ومنطقة الجيارة. فكل ده منظومة متكاملة احنا بندرس، وبعدين بنبدأ نخطط التخطيط الثقافي، نبدأ ننفذ بقى البرامج اللي احنا بنحطها. لو كلميه بنفس لغته وبنفس ثقافته، لكن نرتقي بها، نرتقي من خلال تعديل السلوك. يعني بتبتدي مع الصغيرين قوي في الأول علشان أسهل في التعديل؟ لا احنا واخدين ولا الأسهل كان الكبار لأنهم عندهم القدرة الاستيعابية؟ لا طبعا، الطفل كان مهم جدا ان احنا نكلمه بالطريقة المبسطة بتاعته من خلال البرامج اللي احنا بنبسط بيها شغلنا. يعني في برامج بتم تبسيطها فعلا للأطفال، بدأوا يستجيبوا ليها لأن الطريقة مبسطة. انا وصلنا لدرجة ان احنا قلنا للأطفال بطريقة مبسطة ايه هي التنمية المستدامة، ايه هي مفاهيم التنمية المستدامة، ايه هي المشروعات القومية اللي احنا رايحين فيها والدولة رايحة فين من خلال التبسيط. ده كان سهل استيعابه لان هم عايشين في المشروعات القومية، وهم شايفين النقلة اللي حصلت من المنطقة العشوائية للمنطقة البديلة العشوائية، فهم لامسين جودة الحياة اللي بنتكلم عليها، وحاسين بيها، وحاسين ان هم قدروا ان هم يتغيروا. يعني لما حضرتك تشوفي بعض التغيرات البسيطة اللي احنا بنشوفها، احنا كمخططين بنقول ان النتيجة هتوصل للتخطيط الثقافي بعد 4 سنين و5 سنين. احنا فعلا بنلاقي نتاج مثمر بعد 2 و3 سنين ما شاء الله. فده نتيجة ان هم عندهم استيعاب كبير جدا، متقبلين البرامج بتاعتنا. احنا بندخل البرامج بتاعتنا بصورة جميلة او بصبغة ثقافية، زي مثلا ورش الحكي، زي مثلا الأراجوز. دمية الأراجوز ممكن تقول كل حاجة. يعني صحيح. كان بالنسبة لنا في العيد احنا حبينا ان تقول كل حاجة وبشكل مهضوم كمان للمتلقي. بالضبط. يعني كان طبعا توجيهات معالي الوزيرة واستاذ هشام عطوة ان احنا في العيد ننزل مع الأطفال. فاحنا احنا صلينا العيد وبدأنا. يعني انتوا ما احتفلتوش بالعيد؟ لا احتفالكم بالعيد كان وسط الاهالي مش اجازه. انا عايزه اقول لحضرتك اجمل احتفال بالعيد في فرحه الاطفال. انا بس لحظه عشان منا بتقول ما اخدوش اجازه زينا. لا انا كنت موجود، انا كنت بشتغل. هي خدت اجازه حاجه تانية بقى. ايه ده انا اشتغلت العيد كله. انت كنت هو بصراحه لو نعتبرها شغل انا مش حاسه ان هو ان انا مجبره على كده. لا هي رساله حب،
مع ده مفيش فنان بيبقى مجبر على الفن اللي بيعمله او الرساله اللي بيقدمها، واعتقد انتوا دوركم في الوزاره بتقدموا رساله. كلنا فعلا كلنا يمكن وزاره الثقافه بتشتغل في حتى الاجازات، يعني احنا كنا في قصر اسمرات بنشتغل خميس وجمعه وسبت ومفيش اجازات يعني لحد بالليل يعني. كان الله في كتير كان وفود بتجيلنا، لانه فعلا بنقول ان تجربه مناطق بديل عشوائيات هي تجربه رائده. تجربة أثمرت جزء كبير جدا من المهام اللي احنا بنقول عليها ان هي النهاردة وبكرة استكمالا للاستدامة هنكمل. طب. لكن هي جزء مهم جدا. نعم دكتور، يعني بما ان حضرتك تحدثت عن الاستدامة، هل دوركو هو فكرة إرسال ثقافة معينة وتغيير نمط ثقافة كان سائد بشكل سلبي نحوله لشكل إيجابي من خلال الفن والثقافة والمعرفة، ولا كمان توسع الأمر لاكتشاف المواهب باعتباره اختصاص أصيل طبعاً من اختصاصات وزارة الثقافة؟ طبعا خطة وزارة الثقافة ومعالي الوزيرة مهتمية جدا باكتشاف المواهب، وده اللي موجود فعلا على أرض الواقع. يعني لما نقول كل منطقة فيها فعلا موهوبين، كنز من المواهب موجود في الأثمرات طبعا. صحيح. لأنه حضرتك شفت طبعا أثناء إفطار فخامة الرئيس النهارده دي لما نزل برنامج كابيتانو وطلع مواهب والدوم وغيرها من المحافظات، ونزلنا في يعني الحارات والأزقة والأماكن الشعبية البسيطة، شفنا مواهب كتيرة موجودة كانت مدفونة. وأثناء الإفطار فخامة الرئيس كان في روان دي بنوتة إحنا اكتشفناها من فترة، من حوالي 4 سنين. فحضرتك شايف إنه في تغيير في اكتشاف الموهبة وتنميتها، يعني تم فعلا تدريبها دكتور أحمد خليفة مدربها على إزاي تقول الشعر. فكانت وهي في الإلقاء مع فخامة الرئيس كانت بتتحرك بكل الباد لانجوج اللي هو لغة الجسد، بتقول وبتحس بالشعر. أنا اخترت لها القصيدة ديت فكانت جميلة جدا. في نفس الوقت هي قالت ده في برضه في معرض الكتاب، فكان الناس مبهورين ان بنوتة صغيرة بتقدر تقول الشعر ده. ده غير انه فعلا احنا شاركوا هم في فرق مسرحية وأداء مسرحي مرتبطة من منظومة القيم. طيب كمان امتى نقدر نوصل لمرحلة ان الولاد يبقوا هم اللي كاتبين المسرحية اللي بيمثلوا فيها، وهم نفسهم هم اللي بيخرجوها، عشان نوصل لشكل متكامل من العمل الفني وشكل متكامل كمان في اكتشاف المواهب، عشان نبقى وجهناهم في كل الاماكن وسايبينهم بقى يعملوا اللي هم بيحبوا؟ حصل فعلا، لان هم فعلا بيكتبوا. احنا بنحاول نديهم برامج لتنميه المواهب، الكتابه ازاي، الكتابه الادبيه وازاي ان هم يعملوا كتابه مسرحيه. فعلا هم ساهموا في بعض الكتابات الفنيه اللي بدات انها تتحول لمسرحيه او سكتشات مسرحيه، زي ترشيد المياه ولتعديل السلوك كل المشكلات. انا يمكن بنشتغل من خلال ان احنا بنقول بنرصد المشكلات المجتمعيه في كل منطقه. يعني كل منطقه ليها مشكلات مجتمعيه وخصائص معينه كمان. طبعا وحتى يعني مشكلات حتى للطفل، مشكلات للام، فنبدا نوجه البرامج. الام كأم للطفل ده احنا بنديها التربيه الايجابيه وازاي انها تربي، كأم للاسره كلها كمان مش طفل بس. ده انت لو وصلتي للام يا دكتور نفسها، انت قدرت ان انت تغيري سلوك اسره كامله مش حقيقي. بس طفل يعني. عايزه اقول لحضرتك، هو الطفل اللي بيجيب كمان مامته، يعني هو اللي بيقول لها تعالي احنا في قصر الثقافه النهارده اخذنا ايه، سلوكياتنا ايه، غسيل الاسنان، ان ازاي يتعامل حتى مع صاحبه، ازاي يتعامل مع اخوه في البيت. كل ده احنا بنحاول نديه في برامج. وفي نفس الوقت اهم حاجه كان فخامه الرئيس دايما بيوجه لنا ان احنا نهتم بيها، التعليم والتعلم. الفكره هنا ان احنا بدانا اول حاجه في التنميه الثقافيه هو ان انا اتعلم. محو الاميه كان بدايتها في قصر ثقافه الاسمرات من 4 سنين، احنا دلوقتي خرجنا الدفعه الثامنه ما شاء الله. يعني من خلال الدفعات، وكنا احنا بنقول ان دي بتبقى دفعات، وبتبسطوا جدا ان هو ان السيدات وحتى الشباب اتخرجوا من المحو الاميه وتعليم الكبار، واللي بيدرس لهم حد منهم. يعني انا تم اختيارنا ان حد منهم دور المجتمع يبقى فيبقى حاسس بيهم المواعيد بتاعتهم ايه، حسب السيكولوجيه الانسان عارف يوصل له ازاي بالظبط كده.
يعني والاهداف بتاعته احنا هنوصل يعني لايه. بنتكلم على 8 دورات تدريبيه لمحو الاميه، قدرتوا ان انتوا تخرجوا منها جيل كبير، وقدرتوا ان انتوا تغيروا شكل ونمط ثقافه كان سائد لدى فئات بعينها في يعني بديل العشوائيات والاماكن الاكثر امانا اللي يمكن خطط الدوله فيها بخطوات متسارعه جدا لتغيير والارتقاء بجوده وحياه المواطن المصري. بنشكر حضرتك الدكتوره جيهان حسن، مدير عام ثقافه الطفل والمنسق العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل التوفيق لحضرتك فيما تقومون به. ميرسي، نورتي، اشكرك.